هذا المحتوى مخصص للمشاهد الناضج فقط. يا بيف. طيب يا شباب، هاي شو وضعها؟ وسكوس جيز. متأكدين هاي ما سمعناها صح؟ متأكدين هاي ما سمعناها؟ مو للإيزي. مين للإيزي؟ سمعتوها؟ سمعتوها؟ طبعا مش هيك. Featuring Marsh, mean Marsh. Sorry, schooly هنا feminine ذوقة. Line schooly هنا feminine ذوقة. Get this advice قبل ما يحطوا لك التوكة. أنا نوع ال ODOG النوع اللي خشنوك. لا تخليني احترمك بقول لك يا ابن المربوطة. ابن المربوطة. هذا يسوق عسوقة. سوبر فلاس نوكة. زدبان عروقة يزداد عقوقة. ممكن بابو يكون بتقولي بس. استنى شوي عشان هيك أنا فهمت إيش عم بيصير هلا. انا نوع الاودي او جي النوع اللي شوف ايش بحكي. لا تخليني احترمك بقول لك بحترمك. شوف كيف حكى احترمك. شوف هاي الكلمه. انا نوع الاودي او جي النوع اللي يخشنوك. لا تخليني احترمك بقول لك يا ابن المرموقه. هذا السوق عسوقه. سوبر فلاس نوكا. زبان عروقه يزداد عقوقه. ممكن بابو يكون بطولي بس ما يصير باب طوله معجب. ممكن بابي يصير عروقه يزداد عقوقه. ممكن بابو يكون بطولي بس ما يصير باب طوله معجب. زمان بطولي يمكن يا اخي شو قصة البيض؟ معلش حدا يفهمني شو قصة البيض بالخليج؟ ليه بضلكم تسموا بعض بيض؟ ايش شو قصتها هاي جديدة؟ بصراحة عجبتني يا بيض انت. ليش البيض ريحته طالعة وعجة وما عجة؟ هذا دراجون فاير. اسمع يلد ذلك الفرخ الجنجستا مبدأه كي بتريش الصومبي كردي. اهم شيء رضيع اللب ويكون مرضي. ونطح حسن سيبك من النص السردي. بيننا سردي انا قرش وانت سردين. شوف كيف ربطها سردين. اهم شيء رضيع اللب ويكون مرضي. مرضي حسن سيبك من النص السردي. بيننا الطضاض انا قرش وانت سردي. برقد سم هاي جي دام نيجا وي جاد هاندز. غريبة شوية البيت فخمة يا زلمة. سؤال هذا الشاب من وين؟ هذا الشاب من وين؟ أوي حاسه عنده لهجة أو لكنة من الحجاز. أنا سمعت اسمه الزعبي وإحنا بالأردن عندنا كثير زعبي. والنعم يا شباب والنعم. شو معنات 187 من جدة؟ عامر جمال شكرا ماستر من جدة. حسين استنى شوي يشرح علينا. لازم تسمعها كمان مرة يا بيز. ولا بيهشوا ولا بينشوا. هي نفس معناها عنا. هاي نفس معناها عنا اللي بتهش وبتنش يعني بتعمل مشاوي. بام دش متشوش بتشوش هديك من النظيف لا تحسب انك بتروج. كاسوس باك كوبي براينت وات ذا بيكش. كوبي براينت رست ان بيس يا شباب رحمة الله عليه كوبي براينت. لما سمعت انه كوبي براينت مات بهليكوبتر وقعت فيه اقسم بالله صحيت ثاني وفكرته حلم. كيف يعني كوبي براينت مات وقعت فيه هليكوبتر؟ اغلب الرابس كوبي براينت بو شاك فتسمع هرج من بوي في ربي شكك المش في وريدك ابر راب شكك. ايه سمعتوا ايش البيت عملت؟ كوبي براينت وات ذا بيج شاك اغلب الرابس كوبي براينت بو شاك فتسمع هرج من بوي في ربي شكك المش في وريدك ابر راب شكك. عملت ايش غير؟ من انتو لولا انا ما كنتو من حط في راسك تغني راب عربي على الانسترمنتو على نفس الجمبو يجيك اتاك كومبو دور بيف معايا تتاكل بيف كومبو يصيبك الهم. بيف كومبو قاعد باكل الوجبه 200 كيلو تنحف. ويت معايا تتاكل بيف كومبو يصيبك الهم 200 كيلو تنحف. 10 كيلو اصيبك هيتشاب 200 كيلو تنتف تنتف 200 كيلو تنحف
تنحف اصيبك هيتشب تنحف كيلو تون تفتف فكر يفكر قبل ما تفكر وشك من الشات كان يستك ان جاك سو يدامي اوكي حلوة حلوة استنى عمل اشي حلو هون نفس التيمبو يجيك اتاك كومبو دور بيف معايا تتأكد بيف كومبو يصيبك الهم 200 كيلو تنحف اصيبك هيتشب 200 كيلو تون تفتف فكر يفكر قبل ما تفكر فك قبل ما تفك الفوك من الشات جان يو ستك ان جاك سو يو دام نيجو يو ستك ان جاك دروب ات دروب ات بس ايش يعني وي جوت هاندز مش فاهم وي جوت هاندز يعني ايش احنا عندنا ايدين احنا عندنا ايش المعنى من ورا هذا الموضوع هذا دس على بيج اي هذا دس على مين شباب كل شيء يتمنى يبغى يلقى انا امتلك تو هو بحب شباب الرابر لما يتمرجح بلسانه اسمعوا كيف بتمرجح بلسانه بتعرف شو يعني يتمرجح يركب السحسيل ويعمل وي شوف يا كل شيء يتمنى يبغى يلقى انا امتلك بنكلم تو هو يو وان سن مسج فور ريلي نيجا تو هو اصلا طريق نجاتكم فكرتي انا تو هو حتى العقل نصحته ورجعته يبوس راس ابوه اقول لك سيكريت ابوس راس ابوه هورطت لما سيكريت ناس اسنابا بالغلط وبعدها حرق في السيجريت يكون نفسيه تتوتر في الراس تشب الجوطه فلو كثروا صفر بيموت الشر موطه من صغرك بيموت الشر موطه الشر موته تعرف تغفل حق قد متناقض من تصرفاتك غير البيت ركز حرق في السيجريت يكون نفسيه تتوتر في الراس تشب الجوطه فلو كثروا صفر بيموت الشر موطه من صغرك اعرف تغفل حق قد متناقض من تصرفاتك متناقض تعرف تغفل حق قد متناقض من تصرفاتك اسالك احد جيد ناقد احد يتناقض قاتل منك للتالف الاسري فاقد فعادي لما تطلع فوقي اس نيجا فاقي فوق لوكينج يور ام جونا سبيت ات سم انت داري لو توجهني لوجهك بلوم ام جونا بانيم وانا ام رايدين تو بانج ذا درمز ماي فينجرز اون فاير لاكين جوين ليكين ذيس تومز طلع البيس تغير كمان مرة انتو سامعين شباب مركزين بالموضوع مركزين ايش عم بيصير البيت كل الكي اللي غنية فيها تغير طلع تغيرت غربوية هايهم غربوية حطولنا ايش نكست بيس بدنا نعمل اشي للصقر في ناس حطولنا اشي عن الصقر بدنا نعمل اشي للصقر اليوم اعطونا اقوى اشي للصقر ايوه صراحة الويسكوس جيز يا جماعة الجروب اكثر من رائع